انك توصل للوزن المثالي في نفس الوقت يكون كمان جسمك خالي من اي عيوب زي ترهلات، زي حته تخينه، حته رفيعه، ده جزء مهم جدا كان لازم نركز عليه النهارده. ازاي نخس وفي نفس الوقت يكون جسمنا شكله حلو؟ ممكن تكون الرياضه او التخسيس التقليدي بيلعبوا دور مهم ما ننكرش في شد الجسم مثلا، لكن في حالات السمنه المفرطه الموضوع بيبقى صعب جدا، بياخد وقت ومجهود فعلا كبير، احيانا بيوصل الناس لحد الملل. عشان كده صممنا النهارده في يلا شو نستضيف احد اهم المتخصصين في تشخيص السمنه المفرطه في مصر، واللي هيكلمنا عن اسرع الطرق للتخسيس ونحت القوام بأأمن الطرق لجراحات السمنة. خلونا نرحب بالدكتور محمد الفولي، مدرس جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، دكتوراه مناظير وجراحات السمنة والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة ومنظار البطن. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا جنى. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، وحشانه كتير. انت كمان اكتر. إيه؟ حقيقي ربنا يخليك. كل حقيقي بقيت مطلب قومي. ربنا يخليك يا ميسي. عادة على الصفحه اسئله اسئله اسئله. حضرتك عادة لما بتتكلم على موضوع السمنه المفرطه لانه بتقولوا اولا بتقولوا تفصيليا وفي نفس الوقت ما بنتوهش المشاهدين. تمام. في ناس ما بتقدرش يا دكتور تفرق بين السمنه العاديه والسمنه المفرطه اللي المفروض نبتدي نتجه فيها للعلاج او العمليات او الكلام ده. تمام. تقدر تشرح لنا الفرق؟ بصي صدقيني هو في كل الاحوال احنا كل ما هنتجه لعلاج بدري كل ما ده هيكون النتائج بتاعته احلى كتير. السمنه دايما نوعين. في سمنه بقى المشكله فيها منطقه موضعيه، واحد ممكن يكون وزنه كويس او اعلى، يعني اعلى من المثالي حاجه بسيطه، تمام، يعني عنده زياده في الوزن بسيط قوي، بس الزياده دي متمركزه في مناطق محدده. مهما يروح جيم، مهما يعمل، مهما يعمل دايت ما بتروحش خالص. دي مناطق اسمها الدهون العنيده، مهما احنا بنعمل دايت ما بتخسش، نروح الجيم ما بتخسش. هي دي المناطق اللي احنا دي اسمها السمنه الموضعيه. هي دي بقى نقدر نستفيد منها. سالت حد على الصفحه تقولي انا مهما اخس عندي بطن ما بتروحش، حتى بقى يعني تبقى رفيعه جدا. تمام. بس هي دي اللي حضرتك بتقصدها. مش كده؟ بص احنا بطبيعه اجسامنا ربنا خلينا كده، في حاجه اسمها جوانا حاجه اسمها جينات. لما الجسم بيجي يخزن دهون بيبقى في عنده مخزن رئيسي وفي مخزن فرعي مثلا. زي الدهون بالنسبه لجسمنا زي الفلوس بالنسبه لنا، هو ده مصدر الطاقه واحساسه بالامان. الجسم لما بيجي يخزن دهون بيبقى فيه مثلا، في انت بتيجي تشيل مثلا في البنك فلوس، في بنك معاملته صعبه شويه بس بيبقى ارباح عاليه، فبتحط فيه فلوس كتير وما تسحبهاش غير فين وفين. في بنك اقل شويه في الارباح بتسحبي فيه وتحطي فيه بسرعه، الجسم بيعمل كده. ربنا خلقه الجينات بتاعته في اماكن معينه بيحط فيها الدهون على طول وما يسحبش منها خالص. مهما تخس ومهما تعمل دايت ورياضه بالزبط. وكله ده بيبقى المخزن الرئيسي بتاع الدهون في الجسم. والجسم بيقاوم بكل الطرق انه يسيح الدهون او يذيب الدهون اللي موجوده دي، لان هو ده مصدر الطاقه واحساس الجسم بالامان. ربنا خلق الجسم بتاعنا كده. دي اسمها الدهون العنيده. هي بقى الدهون دي اللي احنا نقدر نستهدفها بكذا طريقه. طالما احنا الدايت والحاجات دي ما جابتش معانا نتيجه، ما فيش حل ليها بيقضي عليها تماما وينجز ان احنا نقدر المشكله دي تماما زي شفط الدهون. هندخل نكسر كل الخلايا الدهنيه دي ونطلع نسحبها بره الجسم خالص وكانها مش موجوده. وإيه اصلا وايه احدث تقنيه لده يا دكتور؟ النهارده اصبحنا بنستخدم حاجه اسمها الفيزر. ايوه. كنا زمان نسمع عن الليزر، الليزر ده اللي هو كان بيستخدم في شفط الدهون وشد الجلد. بدا يظهر له شويه حاجات كده. الليزر طبعا اشعه مش صديقه قوي، يعني ممكن يبقى فيها تتعب العين، ممكن تاثر على الجلد. فبدا يطلع الفيزر ده حاجه امنه جدا بقى. ليه؟ لان هو موجات صوتيه مش اشعه ليزر. هو جهاز بيحول الكهرباء اللي داخله لموجات صوتيه. الموجات الصوتيه دي بتعمل ايه؟ بتطلع بتردد معين جوه الخلايا الدهنيه تخليها تدوب تسيح خالص. فنقدر نشفطها بسهوله. بالظبط. ما تبقاش متكتله او عنيده زي ما حضرتك بتقول. بالظبط، برافو عليكي. وبعد كده ندخل بقى تحت الجلد نشد بقى الايه الجلد نفسه، نعمل جلسه لشد الجلد بعد ما نخلص. كمان. بالظبط في نفس الجلسه. يعني يا دكتور الدهون دي مش بس بنسيحها بنشيلها. تمام. لكن كمان بتقنيه الفيزر دي بتقدر تشد الجلد وترجعه زي ما كان. بالظبط. عندك كمان انت المشكله كمان في الـ في الـ في الناس ايه؟ ان تلاقي مثلا الدهون متكلكعه كمان، يعني في سيلوليت جامد قوي، حتت عاليه والشكل مش لطيف.
مش شفط الدهون واستخدام الفيزر ان احنا نقدر نكسر كل السليد ده خالص ونساوي الجلد ده تمام. السليد يا دكتور اللي هي الخطوط البيضاء اللي بص بيبقى في انسجه اللي فيها صغيره ولا دي ايه؟ السليد اللي هي تلاقي الجلد كده عامل زي قشره البرتقانه وحتت عاليه وحتت واطيه وكده. ايه السر؟ ان عماله تمركز خلايا دهنيه كتير قوي والانسجه اللي ماسكه ما بين العضلات وماسكه ما بين الجلد بتشد عليه فتلاقي حتت عاليه وحتت واطيه. هتلاقي طبيعي النفس بالذات دايما تلاقي في السيدات الفخدين منطقه الفخدين بالذات الارداف شويه الجنبين تلاقي فيها المشكله دي. تلاقي دايما بالذات الفخدين تلاقي دايما فيها المشكله دي حته عاليه حته واطيه عامله زي قشره البرتقانه داخله لجوه وهكذا. الميزه ان احنا نقدر نشفطها كلها تماما ونقدر نشد الجلد فتبقى شكلها يعني جميل. يعني دلوقتي بقى كل الستات اللي سامعانا واللي قاعده يسالوني على التليفون اصحابي قرايبي وكمان على الصفحه هم لسه بيقولوا لي الصفحه شغال يسمعوا الكلام ده لان السليوليت ده عامل لهم ازمه رهيبه لان انت عارف برضو الشكل بيفرق قوي طبعاً مع طبعاً الست يعني الجسم والشكل وانها تلبس اللي هي عايزاه وتلبس اللبس اللي هي يليق بيها وخصوصا لو هي كمان سنها صغير بتفرق قوي قوي في نفسيتها احسن وبيجي برضو عند اللي سنهم صغير مش كده طبعا دكتور. كتير دلوقتي بقى منتشر جدا موضوع السمنه ظاهره الفاست فود واللخبطه في الاكل وان احنا مفيش انتظام في اللايف ستايل خالص مفيش وده خلى الموضوع منتشر جامد جدا وبالتقنيه بتاعت حضرتك اللي هي الفيزر بالظبط بيرجع الجسم تاني زي ما كان نقدر نرجعه زي ما كان ان شاء الله مفيش اي مشكله خالص ان شاء طيب. الله تمام تسمح لنا احنا معانا تقرير نتفرج عليه طيب خلاص تمام اتفضل يا دكتور اهلا وسهلا بيكم دلوقتي هنبتدي نشرح خطوات عمليه شفط الدهون بالفيزر بتتم ازاي. الخطوات بتبدا اول خطوه عندنا هي خطوه الحقن. خطوه الحقن دي بنحقن ايه؟ بنحقن سوائل. السوائل دي بنحقنها جوه تحت الجلد جوه الخلايا الدهنيه بين الخلايا الدهنيه وبعضها. اول حاجه بنستفاد بيها انها بتفصل الخلايا الدهنيه عن بعض. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان هي بيبقى فيها ادرينالين، الادرينالين ده بيخلي الشرايين الدمويه تنقبض فمبقاش في اي قابليه للسيوله او النزيف خالص. الحاجة الثالثة بنحقن فيها بنج موضعي، البنج الموضعي ده ما يبقاش فيه أي إحساس بالألم إن شاء الله بعد ما نخلص. دي الخطوة الأولانية اللي هي خطوة الحقن، بنبتدي إن احنا نحقن السوائل دي ونوزعها كويس قوي زي ما احنا شايفين، بنحقنها هنا في الجنبين، بنحقنها في منطقة البطن كلها داير ما يدور، بنحقنها في الجنب التاني برضه، بحيث إن احنا نبقى موزعينها في البطن كلها داير ما يدور زي ما احنا شايفين كده. الخطوة الثانية، طب بنعمل خطوة الحقن دي إزاي؟ بنعملها من خلايات كانيولات رفيعة قوي. الكانيولات دي بيبقى فيها فتحات صغيره بتبتدي انها تطلع سوائل من خلالها. السوائل اللي بتطلع دي بتبتدي ان احنا نحقنها وسط الخلايا الدهنيه عشان تشتغل زي ما قلنا لحضراتكم كده. الخطوه الثانيه اللي بنستخدمها وهي خطوه الفيزر. احنا دلوقتي خلصنا خطوه الحقن تماما، نبتدي ان احنا نستخدم الفيزر. الفيزر ده وظيفته ايه؟ الفيزر ده اللي هو الجهاز اللي ورايا ده دلوقتي. الجهاز ده بتجيله باور او كهرباء، الكهرباء بيحولها لموجات صوتيه. الموجات الصوتيه دي بتطلع من خلال اليد اللي طالعه من الجهاز دي بتوصل للبروب او الاله اللي في ايدي. بتطلع من خلال هنا فتحات صغيره هنا تطلع منها الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه الخلايا الدهنيه تبتدي انها تطلع الموجات دي فتخليها تدوب تسيح تبقى عامله زي الميه. بعد ما تسيح تماما وتبقى الدهون كلها بقت صافيه وسايحه تماما وهنا الفيزر قام بدوره في اذابه الدهون، نبتدي ندخل بحاجه اسمها الخطوه الثالثه اللي هي خطوه شفط الدهون. خطوه شفط الدهون دي بنعملها ازاي؟ من خلال كانيولات. الكانيولات دي اللي بتدخل جوه وسط الخلايا الدهنيه وتشفط الدهون دي نطلعها بره الجسم خالص. طبعا انا منبهره جدا بالعمليه تمام لانه يعني انا شايفه شكل الجسم
انا شفت مع حضرتك بره صور كان ازاي رجعت الجسم يعني في العضلات يعني والسكس باكس وبتاع ازاي رجع كده بالظبط. يعني احنا بنقدر نحكم حاجه حلوه قوي يعني تمام. ان يرجع كمان الجسم مش بس بنشفط ويبقى اقل تمام. او شكل كده لا كمان تعمل ري شيب للجسم بالزبط. وبترجعه بشكل حلو يعني بالظبط. هو ده مفهوم نحت القوام يعني هي الفكره ان احنا اهي قدامنا بالزبط. كمان يعني ده بص اقول لحضرتك مثلا ده شاب كان بيروح الجيم مهما عمل عنده منطقه الصدر دي كانت بارزه جامد فيها الحاله ما طالعه البجره شكلها انثوي شويه تمام. المشكله عنده كده دهون يا دكتور مش هرمونز ها الاثنين. المشكله بقى اللي زي ما قلت كده الفاست فود الاكلات اللي هي المقليه كتير بالذات الفراخ اللي هي المزارع اللي فيها نسبه هرمونات عاليه بالظبط. بص هي دي بقى اللي عامله مشكله الصدر عند الرجال ان بتخلي الصدر نفسه كبير شكله انثوي بارز لبره جامد. نفس الكلام احنا بتدي راح الجيم وعمل كل حاجه مفيش فايده واحنا جينا بالظبط في ربع ساعه كسرنا خلايا الدهنيه دي شفطناها الغده اللي كانت متضخمه شلناها من جرح صحي يمكن انت ما تلاحظهوش على من حوالين الحلمه طلعنا بيها بره الجسم خالص فاهم قصدي. نفس الكلام هنا برضو مشكله التسدي يعني صورنا الصدر والبطن يعملوا العمليات ويرجعوا تاني بالسكس باكس بتاعتهم عشان البحر بقى ويروحوا البحر ويروحوا لمراتهم يقول لهم احنا جينا من الجيم او يعني ما اصبحتش يعني في ناس كتير بتيجي تعملها ما تقول تبقاش قايله لحد وتبقى هي لان هو احنا بنروح في نفس اليوم فعلا فاهم قصدي. دي حقيقه والله يعني اتفاجئت حتى الفترات الاخيره بلاقي الحاله جايه لوحدها المستشفى تيجي تعملها تروح يومها بالليل خلاص ولا كده وما يبانش حاجه ولا يبانش اي حاجه خالص ولا كده مش بتلبس بنلبس كرسي بس مشد فتره لمده ممكن تمتد لحد شهر فكرته ان يخلي الجلد بس يطلع العضلات فاهم قصدي بحيث ان احنا ستات ورجاله الستات والرجاله الاثنين على حسب بقى احنا بنشوف احنا محتاجين هيبقى حضرتك مفهوم النحت احنا محتاجين نعمل ايه. هل احنا الشفط لوحده كفايه ولا لا؟ لان انا يهمني لما اشفط اساوي الجسم كله ببعضه ما اجيش اركز في منطقه واخليها رفيعه وتبقى بالنسبه للجسم مش متناسقه. انا يهمني دايما انا اثناء الشفط هي دي بقى بتيجي هنا مهاره وخبره الجراح او الطبيب اللي هيعمل الحكايه دي ان هو يساوي بالظبط صح اسمه نحت بالظبط اللي هو البودي سكالبتشر اللي هو ازاي بتنحت الجسم بحيث يبقى شكل الجسم كله حلو. الحاجه الثانيه انا ممكن اشوف الدهون ومحتاجه اشد الجلد. طب هل محتاجه اشد الجلد بالفيزر ولا محتاجه ان اشد الجلد عن طريق الجراحه عشان يخلي كل الشكل في الاخر العام حلو ما يبقاش بس دهون مشفوطه وجلد متراهل لا انا عايز يبقى كله متساوي. طب هل انا محتاج اشفط الدهون واشد جلد ومحتاج كمان اشد العضلات معاهم؟ هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها زي عمليه التامي تاك او شد البطن. يبقى هنا انا محتاج انا ازاي اوظف كل الادوات اللي عندي بحيث ان انا اقدر اوصل بالجسم ده لاحلى شكل هو يبقى ظاهر عليه. فاهم قصدي؟ هنا بتيجي فن بقى في عمليه شفط الدهون او في عمليات نحت القوام بصفه عامه فيها درجه كبيره قوي من الاحترافيه والفن يمكن موجوده في اي عمليات ثانيه خالص. انا شايفه حضرتك راسم بالقلم يعني انت محدد النقط اللي هتشتغل عليها بالظبط. عايز اقول لحضرتك حاجه احنا دايما بنشفط كل منطقه بالكامل لازم احنا يعني اللي احنا محددينه ده هدفه ايه؟ ان دي الحاجات اللي محتاج اركز عليها قوي لان شكل الشخص هو ايه في غير شكله هو نايم على الترابيزه. فلازم نحدد ونشوف المناطق اللي احنا محتاجين نركز عليها لكن لازم دايما نشفط كل حاجه بحيث يبقى كله متساوي فاهم قصدي قدر الامكان. طيب وهو فعلا يا دكتور كده زي كان واضح يعني في الصورة تمام دلوقتي تمام. طب يا دكتور برضو انا هسأل حضرتك على حاجة هي مش مكتوبة في السكريبت لكن الحقيقة ان حد من اصحابي سألني تمام. واكيد هيتصل بيك تمام ان شاء الله. هي ممكن تكون مليانة في مكان ومش مليانة في مكان تاني صحيح. المفروض تبقى مليانة فيه صحيح. يعني تعرف طبعا المناطق الانثوية وكده بالظبط صحيح. احيانا بيكون مثلا الثدي صغير شوية صحيح. الهيبس مثلا صغيرة صح. شوية تمام. هل تقدر مثلا حضرتك مثلا تاخد من المكان المليان اللي هو صحيح. فيه الدفو وتحط في المكان التاني صحيح. ويكون امن طبعا طبعا. احنا بص هقول لك حاجة احنا كل الدهون دي احنا نقدر ان احنا كل الدهون المشفطة دي نقدر نوظفها في اماكن تانية. يعني ممكن مثلا الوش يكون في هنا رفيع او حاجه نقدر ان احنا نحقن دهون في الوش. ممكن يكون الصدر نفسه مترهل او صغير بس الصدر محتاج ممكن نقدر نرفعه وممكن نرفعه ونحط فيه دعامه فنرفعه ونكبره يبقى مشدود بشكله حلو. ممكن نحقن دهون دي في يعني منطقه الارداف. يعني لو السيده مش عايزه تصغر مثلا صدرها او كده بالظبط وهو مثلا نزل ممكن نقدر يترفع وترجعه تاني بالظبط. نفس كلام منطقه الهنش او الارداف نقدر ان هي لو صغيره نحقن فيها الدهون ونكبرها. النهارده عملية حتى لو في السن الكبير كمان حتى لو في السن الكبير بالظبط صحيح برضه ليها حل ليها حل نقدر ان احنا نكبرها ونشدها كمان لو الجلد متراهل بالفيزر برضه
دايما للسن الكبير بيبقى الفيزر شويه محتاج ان هي ممكن تكون جراحه اكتر على حسب درجه الترهل. لو هي درجه الترهل عندها بسيطه نقدر نشدها بالفيزر. بس هي الميزه في حقن الدهون ايه؟ ان هو ايه اللي خلى الجلد يترهل؟ ان الدهون اللي كانت موجوده فيه فضيت. فلما نيجي نحقن الدهون هو بطبيعته بيتشد. فاهم قصدي؟ هو بيرجع يتشد تاني كويس قوي. لكن لو واحده بقى من الناس اللي هي مثلا كان وزنها كبير قوي خست جامد قوي 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 بيبقى جلد مترهل جامد قوي قوي قوي. ساعتها هو ده اللي بيحتاج ان احنا نشد الجراحه. لكن العادي لو هي مش كان وزنها كبير قوي خست جامد لا نقدر ان احنا نحقن الدهون نرفع المؤخره. مش بس دكتور جراح ده احنا كده حضرتك فنان لان انت بتعيد شكل الجسم مره ثانيه وزي ما قلت تمام. بتطفي سعاده بتدي حياه جديده طبعا. للانسان ده طبعا طبعا. طيب انا عايزه نتكلم على احنا كده اتكلمنا على الشكل الخارجي تمام. وفي ناس بتحتاج ان هي ما بتقدرش ان هي تخس قوي وكده فبتحتاج بتكون شهيتها عاليه تمام. احنا ممكن نتكلم على العمليات اللي بنعملها تمام. زي تكميم المعده وزي كده نعرف تمام. الجمهور بيها تمام. بصي هنا بنتكلم بقى في شق ثاني اللي هو السمنه المفرطه. ايوه ودي احيانا بتختلط على الناس يعني كتير قوي تلاقي مثلا جاي العياده انا عايز اعمل شفط دهون هو مثلا وزنه 120 او 130 كيلو بالظبط بيبقى كتير جدا. فاهم قصدي نشفط ايه ولا ايه؟ فدايما الناس لازم تبقى قادر او عارف يفرق انا عندي سنه موضعيه ولا سنه مفرطه. طب انا احسبها ازاي؟ انا بشوف طولي كام؟ انا مثلا طولي 170 سم. لو انا طرحت 100 من ال 170 يبقى انا وزني المثالي 70 كيلو، اشوف انا وزني كام دلوقتي واطرح منها ال 70. يعني مثلا واحد طوله 170 وزنه المثالي 170 ناقص 100 يبقى 70. ده الوزن المفروض انا وزني المثالي. طب انا دلوقتي ده بالنسبه للراجل او للست؟ بالظبط للراجل او للست مثلا. يعني احنا الطول بتاعنا نطرح منه 100 دي حاجه تقريبيه. انا طولي 180 اطرح 100 يبقى انا وزني المثالي 80. انا طولي 170 اطرح 100 يبقى انا وزني المثالي 70. انا وزني الحالي كام؟ سي مثلا 150 يبقى انا عندي 50 زائد 30 حوالي 80 كيلو زياده. انا ما ينفعش انا معايا دي ما يعتبرش سمنه معدية دي لازم اسمها سمنه مفرطه. 80 كيلو زياده بالظبط. لو انا مثلا وزني 100 هبسطها حضرتك مثلا اكتر شويه معظم الناس ماشيه ايه 100 كيلو تقريبا وزنهم خلاص. ال 100 كيلو ده لو هو وزنه لو هو شمل فظيع ده بالظبط بالظبط يجيب سكر بالظبط ضغط ومشاكل كتير بالظبط. فاهم قصدي؟ هنا بقى الناس عندها سمنه مفرطه لو عنده 30 كيلو وزن زايد او اكتر هنا ده محتاج يعمل عمليات اللي هي بتعمل تخسيس للسمنه المفرطه. تمام احنا معانا صوره اهي تمام. دي طبعا مدام سميه من الناس اللي انا بعزها جدا جدا و وهي يعني هي وزوجها من الناس اللي هم حبوبه كمان هي جميلة مبتسمه جميلة وسعيده إنسانة جميلة يعني جدا جدا وهي اسره جميله وكانت عندها طبعا مشكله مع زياده الوزن والحمد لله يعني مشيت كويس بعد العمليه وخست كويس قوي الحمد لله. عملت لها عمليه ايه؟ كنا عاملين تكميم معده تمام مشيت عليها كويس قوي مشيت عليها كويس وهي مبسوطه في السن الكبير ممكن مفيش اي بص حاجه موضوع السن ده انتهى خلاص من الوجود. انا يهمني بنعمل تحاليل التحاليل طلعت كويسه خلاص. دي برضه مدام مديحه من الناس الجميله جدا عملنا برضه تكميم معده رهيب طبعا صغرت في السن احلى كتير. ده وقت قد ايه ما بين كده وكده بياخد وقت؟ احنا مثلا الحلقه الصوره الاولانيه دي كان بنتكلم في حوالي 4 شهور. الصوره الثانيه دي بنتكلم في حوالي 6 شهور. ده كان بعد 6 شهور. احنا بننزل جزء كبير من الوزن الزائد يعني تقريبا 80% من الوزن الزائد الزياده عندنا بننزل عن 6 شهور وشهم ما تاثرش ويعني انا شايفه في نضاره طبيعيه كان زي ما هي بالظبط بالعكس وشها احلى صغر. بص دايما اللي بيخس لنفسه صغر في السن يا خبر ابيض. هنا ده كان يوسف كان حوالي 200 كيلو وهو دلوقتي بعد 6 شهور برضه نزل حوالي 70 كيلو يعني لسه 30 كيلو هينزلهم ان شاء الله في خلال الثلاث او الاربع شهور الجايين ان شاء الله باذن الله. ده برضه تكميم معده تكميم معده برضه عايز اقول لك بقى بيفرق في كل حاجه في حياتهم طبعا. النفس طبعاً. اول حاجه دايما بيحس ان نفسه احسن بكتير. كان بيشخر بالليل مش عارف ينام نفسه بيتكتم ممكن ينام وهو سايق ممكن ينام وهو قاعد على نفسه مره واحده كل ده بيختفي ينام تماما ينام وهو سايق بتوصل لمرحله من كميه السمنه المفرطه قوي كميه الدهون الكبيره لما تكون متمركزه في الجسم كله بتخلي بص انت حضرتك متخيله ان القلب بتاع الشخص ده المفروض يضخ دم ل 80 كيلو ايوه الواحد لو هو وزنه مثلا 200 كيلو اصبح بيضخ دم ل 80 زائد 80 كانه شخصين بيضخ الواحد صاحبه معاه بالظبط. فاهم قصدي؟ فابتدي الجسم يتعب قدره الاكسجين هتوصل للمخ بتاعه احيانا بتضعف فممكن هو قاعد مره واحده يلاقي نفسه نايم ممكن هو سايق يلاقي نفسه نايم يعمل حادثه لا قدر الله فدي بتبقى اخطر مشكله ودي ده معناه ان هو خلاص وصل لمرحله من السن داخليه في مضاعفات خطيره. عندك مثلا الحياه بتاعته نفسها بيتغير هو بيلبس اللبس اللي نفسه فيه ابتدى ان هو يقدر يمارس حياته بصوره منتظمه ابتدى يمارس حياته الاجتماعيه بصوره احسن
يبتدي يخرج مع اصحابه، يبتدي يعرف يطلع السلم، يروح يجي، كل حاجه في حياته تختلف تماما للاحسن. بيتجنب كمان مزيد من المضاعفات زي الضغط والسكر، لو هو ما عندوش، لو هو عنده ضغط وسكر هيخفوا تماما، ولو هو ما عندوش هيتجنب ان هو يجي له لا قدر الله ضغط او سكر في المستقبل. عايز اقول لك ان النهارده التوصيات العالميه في العالم كله دلوقتي كان في غطاء كبيره، يعني عنده في حاجه اسمها عامل كتله الجسم اللي هو عنده فوق ال 40. ايوه النهارده نتيجه ان العمليه دي بتتجنب مضاعفات خطيره ممكن تحصل بننزل ل 35 كمان. النهارده ابحاث اللي نازله جديد بننزل، يعني حتى لو انا عندي زياده في الوزن اقل من 30 كيلو، يعني من 25 فاكتر، بعمله العمليه ليه؟ لان هي اثبتت ان هي اكتر علاج فعال بالذات مع ثقافه الوطن العربي في مصر والوطن العربي. الحاجه الوحيده اللي بتجيب من الاخر في موضوع السمنه. ايوه لان هي بتجبره انه ياكل كميه اكل اللي زي نفسه رفيعه ويشبع بسرعه وتبقى حياته احسن كتير الحمد لله يعني. طبعا كالعاده الوقت الحلو والقعده مع حضرتك ما بنشبعش منها. ربنا يخليك. والوقت بيخلص بسرعه. ويعني احنا بنوعد المشاهدين طبعا انك دايما هتكون معانا بنصايحك اللي بتجمل حياتهم يعني. ان شاء الله باذن الله اكيد مش يعني هنفضل دايما مع حضرتك ونفضل دايما نوعي الناس ونحاول نفيدهم ان شاء الله بحيث تبقى حياتهم كلها صح باذن الله ان شاء الله. احنا متشكرين جدا وسعدة بيك وشرفتنا. يلا شويه خالص. ميرسي خالص. بنشكر الدكتور محمد الفولي مدرس جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، دكتوراه مناظير وجراحات السمنه والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة ومنظار البطن. استنوني والفقرة الجاية.